البارح انا جيت هنايا قطعت الورقه ديالي، كنا كنمشيو بالورقه ديال الشركه، انا خدام هنايا في طنجة. جات الوقيته ديالي السفر، بغيت نسافر بالعيد هذا ونمشي نشوف والديا، وراك عارف الخو شوف هاد الحاله هادي، حنا تجيو هنايا كيردوا لينا الورقه وتيقول لك فلوسك، خصك الورقه ديال الباشا وقطعوا لينا قبل. وانتم تشوفوا الخوت القانون هذا كيفاش، ما بقينا فاهمين والو والله. تيقولوا الباشا تيقول لك غدا السبت ولاقيها لحد وتال الاثنين، ما عرفت واش تلقاه ولا ما تلقاش. وخويا خوتي راكم عارفين هذا هو اللي كاين. انا بوفري ساكن بوحدي، ساكن بوحدي ما كاينش معايا من عيل، ما كاين انا ما كاين معايا العائله ديالي لا حتى شي حاجه. ودابا المده ديالي راه شي عشرات الشهور وانا دابا هنا في طنجة، ما مشيت لا في عيد صغير لا حتى شي حاجه. توصلت هذا العيد الكبير زعما هذه المناسبه تشوف الوالدين وهذا، راك عارفهم بحال الغربه ومغرب على والو صافي. انا عاد حبست اليوم من الخدمه، جيت باغي نسافر بحال اي واحد هنايا، تلقاو هنايا حابسين المحطه، قال لي خصك ورقه الباشا، طاري ورقه الباشا، انا ما عندي لا ورقه لا والو. يعني جيت انا تفاجئت هنا، قال لك ورقه الباشا ضروري، اللي بغيتي تسافر خصك ورقه الباشا. لا ورقه الشركه منعوها، قال لك ورقه الشركه مابقاش صالحه. شي واحد ما قادر يدوز العيد هنايا، كيفاش واحد قادر يدوز العيد هنايا؟ بوحدو هنايا والعائله بعيده عليه، هو كاري هنايا بوحدو يدوز العيد ما يمكنش. قالوا لك كانوا في الاول قالوا لي الورقه ديال الرئيس، الورقه ديال الخدمه، ودابا قالوا لك الورقه ديال الباشا، بدلوا كلشي مع 12 ديال الصباح بدلوا كلشي. دابا كتديهم الورقه ديال الخدمه كيقول لك لا جيب ورقه الباشا، فهمتي؟ لا كيقول لك دابا ما يمكنش تسافر، خصك ورقه الباشا، الباشا فين تقلب عليه؟ حنا جينا اليوم المحطه اليوم باش نشوفوا يعني الاجراءات اللي تيطلبوا لنا باش نسافروا، تنتفاجئوا بان هاد الناس هادو تيقولوا لنا خصكم الورقه ديال الباشا، هي باش يمكن لك تسافر بها. مع العلم حنا كانوا عندنا شي اوراق ديال الشركه ديال الديبلاسمون على حساب باش ديبلاسا، فهادي حنا خدامين في الشركه باش نديبلاسا. دابا ما بقاش ديك الورقه ديال الديبلاسمون، ما بقاتش يعني ما بقاش عندها حتى شي فائده. دابا الناس انتما كتشوفوا هنايا الناس تقريبا كلها يعني عندها مشكل، الا شفنا الناس اللي واقفين هنا واللي جالسين، يعني بزاف ديال الناس الازواج واللي بغات تعيد مع العائله ديالها. المهم انتما تشوفوا كلشي بعينيكم، الناس مساكن تتعاني بغات تمشي تعيد مع موالين دارها. يعني انا كما تنشوف يعني كون كان يعني من الاحسن يكون الالغاء ديال العيد احسن، غيكون اهون على اساس باش ما هاد الناس ما يسافروش يمشوا عند العيد مع موالين الدار ديالهم. يعني كون ما كانش العيد يكون حسن من هاد المعاناه اللي تنشوفوا هاد الناس هادو الصراحه، ومعاناه الناس اللي يعني الله يحسن العوان، والله يكون الله يحسن العوان للجميع صراحه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.